فتني أمي لكثرة الفتن. السبب التاسع عشان الوقت انتهى، خطر وسائل الإعلام. وسائل الإعلام الآن لا ترقب في أولادنا إلا ولا ذمة، لا ترقب في أولادنا إلا ولا ذمة. الكليبات الخطيرة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، قنوات الإباحية والمواقع الإباحية بالآلاف بالآلاف، المجلات الفاضحة بل الجرائد الفاضحة التي تنشر على صفحاتها الأولى مشاهد والله العظيم يستحيي أي صاحب مروءة أن يدخل هذه الأوراق إلى بيته، والله يستحيي. فوسائل الإعلام تشكل الآن العقول والقلوب وتوجه، لا أقول بل توجه العالم كله، بل هي التي توجه الساسة وتحرك الساسة في اتخاذ القرارات. فهذه أمانة، أصحاب الفضائيات مسؤولون أمام رب الأرض والسماوات. الفضائيات التي تبث الرذيلة وتجتث الفضيلة أصحابها مسؤولون، وأموالهم محرمة، أموالهم التي تدخل إلى جيوبهم من هذا الطرح الذي يستثير الشهوات الكامنة ويحرك الغرائز الهجعة، أموالهم أموال محرمة. يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في كل ما يقدمونه على شاشتهم، وهم مسؤولون. لا ينبغي أن يقول صاحب قناة أو رئيس قناة أنا لا علم لي بهذا البرنامج، لا، بل هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن كل ما تقدمه شاشته. فدور مؤسسات الإعلام أيضا دور خطير، وهذا الإفساد الذي يمارس الآن عبر كثير من الفضائيات حتم على الآباء أن ينتبهوا وأن يكثروا من حدثني أبي. والسبب الأخير هو صحبة السوء، تلك عشرة كاملة. توجب علينا أن نحيي من جديد هذا المنهج التربوي المفتقد، منهج حدثني أبي. فقد يتربى الولد في البيت تربية فاضلة ثم يخرج إلى الشارع أو إلى المدرسة ليتعرف على صحبة سيئة، وهذا واقع في كثير من بيوتنا. فقد يكون القائم على أمر التربية في البيت رجلا فاضلا وأما فاضلة، لكن يخرج الولد ليتعرف على صحبة السوء التي تفسد كل ما أصله الوالد وكل ما أصلته الوالدة. وهذا يحتم أن يكون الوالد قريبا من ولده، وألا يمل وألا يسأم، كما سأبين في الوسائل إن شاء الله تعالى في وسائل التربية. تلك عشرة كاملة قدمتها كأسباب رئيسية ليست مانعة، لكني أزعم أنها جامعة. أقدمها لأبين حاجة الأمة لهذا المنهج التربوي المفتقد، ألا وهو منهج حدثني أبي. أكتفي بهذا القدر الليلة، وقد تعمدت أن أجمع شتات ما قلت في حلقات كثيرة سابقة لأبدأ الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء عن وسائل التربية. وسأبدأ بفضل الله تعالى بأهم هذه الوسائل التربوية، ألا وهي التربية بالقدوة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يربيهم لنا وأن يجعلهم قرة عين لنا وللأمة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.